ما زلنا مع كتاب الخمس. نعم، والخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير من ثقات الأزبات قال: حدثني ليس الليث مفخرة المصريين، الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب. والله الحمد لله منا رسالة دكتوراه أيضا في علم الليث. نعم، ذكروني قبل العصر في بالفوائد جميعا. أقول إخوتي الكرام، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، من كان يدلس لكن تدليسه يغمر في الحسنات، عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقرب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شر. هنا في قوله في هذا الحديث حديث فيه مسائل فقهية كثيرة مهمة جدا ما استطيع استوعبها في هذا الوقت القصير، لكن أبدأ بالإشارة إلى المسألة الأولى، فيها زيارة المعتكف، والمعتكف الاعتكاف حبس النفس على ذكر الله جل في علاه وقتا أو دهرا، فهذه من أجل العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس بها ليلة القدر، ففي رمضان اعتكف العشر الأوائل ثم العشر الأواسط ثم العشر الأواخر، فسبحان ربي العظيم. العشر الأواخر لأنه جبريل قال له يعني الذي تطلب أمامك، قال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من اعتكف معي فليرجع، خرج يعني فليرجع، فرجعوا واعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وقال التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار من العشر الأواخر، فكان معتكفا، فذهبت صفية تزوره، وهذه فيها جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف، فدخلت فجلست معه وقتا ثم قام يقلبها، ففيها أيضا الأدب مع الأزواج والحفاظ عليهن. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يقلب صفية وهو في المسجد وهو معتكف، وهو تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد، المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد، فقام يقلبها، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أمهات المؤمنين كنا منتقبات، ما 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 يعلمون من مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، لأنهما أسرعا، قال: على رسلكما. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني مثلك لا يمكن للذهن أن يذهب إلى شيء من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، وهو أتقى الناس، وهو أنقى الناس، وهو أخشى الناس لرب الناس، فقالوا سبحان الله، وهذا أيضا دلالة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم في ظنهم بالأخيار، يعني ابتداء قبل أن نقول أنه لابد من إزالة الشبهة، لابد أن نقول يتقدم ذلك حسن الظن، ولأن الصحابة ضربوا في ذلك أروع الأمثلة أنهم بحسن ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله يا رسول الله، لا يمكن للذهن أن يأتي له ظن، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لا يصح أن تكون في العجالة وتكون إن شاء الله في قبل العصر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.